حكم وأقوال فلاسفة الصين لتغيير الحياة والتحفيز. الاستماع إلى نصائح الحكماء يمكن أن يوجهك نحو الطريق الصحيح. النجاح لا يعني فقط التقدم المهني، بل أيضاً السعادة والرضا الشخصية. النجاح يأتي لمن يثقون في قدرتهم على التغيير. العقل الهادئ يمكنه فهم الحياة بشكل أفضل. إذا كنت تريد أن تعرف من ستصبح في المستقبل، فانظر إلى أصدقائك. الذئاب تأكل الحمل الضعيف أولاً. البعض يرى الأشواك والبعض يرى الورود في نفس الحديقة. حين تحتار بين خيارين، جرب رمي قطعة نقدية، ليس لأنها ستحل المشكلة، بل لأنه وفي لحظة رميها ستجد نفسك تتمنى إحداهما. لن تجد الزهور دائما على الطريق، لكن يمكنك أن تزرع بذورها وترعاها لتزهر في يوم من الأيام. عندما تعمل بصمت، يصبح النجاح هو الضجيج الوحيد الذي يتحدث. العقل الفارغ هو ورشة الشيطان. إذا كنت تنوي قتل الوقت، فلا تتوقف عند ساعة محطة القطار. التفكير قبل التحدث يجعل الكلام أكثر قيمة. إذا لم تكن تخطط لنفسك، ستكون جزءاً من خطط شخص آخر. عدم المحافظة على الصداقة هو مثل تكسير مرآة، لا يمكن إصلاحها بعد ذلك. العمل الصادق والجاد يصبح نجاح لا مفر منه. الصبر هو الرؤية في الظلام. المعرفة هي الأمانة الوحيدة التي لا يمكن أن يسرقها أحد منك. الطموح بلا عمل هو مجرد حلم. البداية الصغيرة تمهد الطريق للرحلة الطويلة. إذا كنت في أدنى مستويات حياتك، لا يمكن للأمور سوى التحسن. الفشل هو درس قيم يقود إلى النجاح. حل المشكلة اليوم يمنع تعقيدها غدا. الطريقة التي تبدأ بها كل يوم تؤثر على نجاحك. أنت لا تقتلع شجرة بنشاط واحد، ولكنك تقطعها بمرور الوقت. الشخص الذي يقول أنه لا يمكن فعل شيء ما، عادة ما يكون الشخص الذي لا يفعل شيء. عندما تشعر بأنك في القاع، فإن الطريقة الوحيدة للصعود هي الصعود. إذا تغيرت، كل شيء سيتغير لأجلك. خذ ذلك على محمل الجد لمرة واحدة في حياتك. كن لطيفا، لكن لا تدع الناس يستعملونك. أحيانا أصعب الطرق توصلك إلى أجمل الأماكن. أعبر الجسر المكسور واكتشف ما يوجد في الجهة الأخرى. السفن لا تغرق بسبب الماء الذي حولها، تغرق السفن بسبب الماء الذي يدخلها. لا تدع ما يحصل من حولك أن يؤثر عليك ويغرقك. تذكر دائما أن النجاح له عدة وجوه، ويمكن أن يظهر في مختلف مجالات الحياة. النجاح لا يتوقف عند الوصول إلى هدف واحد، بل في الاستمرار في تحقيق المزيد. لا تخشى المنافسة، فهي تساعدك على تطوير مهاراتك والنمو. النجاح يبدأ عندما تجد هدفك وتعمل نحو تحقيقه بكل تفاني. إذا كنت لا تتجاوز الهموم الصغيرة، فلن تصل إلى الأهداف الكبيرة. إذا لم تكن تخطط لنجاحك، فأنت تخطط لفشلك. القليل من الصبر يمكن أن ينقذك من الكثير من الأخطاء. إذا أردت أن تغير العالم، ابدأ بتغيير نفسك. الجوع يجعل كل الطعام لذيذاً. لا توجد طريقة لتعليم السمك السباحة. أفضل وقت لغرس الشجرة كان قبل 10 سنوات. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. الوحدة هي الثمن الذي تدفعه عندما تبدأ في تحسين نفسك. توقف عن إخبار الناس كل شيء فهم لا يهتمون. البعض يريدك سراً أن تفشل. الجواب الصحيح ليس دائماً نعم أو لا، بل قد يكون ربما أحياناً. المستقبل ليس سوى نتيجة لاختياراتنا وأفعالنا اليوم. العظمة ليست في أن لا نسقط أبداً، بل في القيام والاستمرار بالوقوف بعد كل سقوط. المنازل الكبيرة بنيت بأساسات قوية، وكذلك الحياة الناجحة تبنى على أساسات ثابتة. الرجل الذي يشرب الماء بينما ينظر إلى النجوم يعرف أنه لا يمكن أن يشرب النجوم، ولكنه لا يتوقف عن الشرب. السعادة ليست في أن تملك كل ما تراه، بل في أن ترى كل ما تملكه.
لا تسرع في الحكم على الناس بناء على الظواهر الخارجية، فالقلوب تحمل أسراراً لا تظهر على الوجوه. السلام الحقيقي لا يأتي من امتلاك القوة، بل من تحقيق التوازن. الصدق هو أساس الثقة، والثقة هي أساس العلاقات الجيدة. الشجاعة ليست في عدم المخاطرة، بل في مواجهة المخاطر بحكمة. عندما يفشل الناس يعتبرون ذلك نهاية القصة، عندما أفشل أنا أعتبرها بداية قصة جديدة. القلوب الكبيرة تعتبر الأخطاء فرصاً للتعلم، بينما القلوب الصغيرة تعتبرها أسباباً للانتقاد. إذا كنت تبحث عن الزهور فعليك أن تحتمل الأشواك. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنشر المزيد إن شاء الله.